من جديد مشاهدينا الكرام، تصريحات الحكومة دايما مثيرة للجدل. تعالوا كده اسمعوا معايا الخبر ده. وزارة الزراعة بتقول ان مصر اقل دولة على مستوى العالم حدث بها زيادة في الاسعار. حاولوا تتخيلوا انكم عايشين في كوكب زمردة مثلا مش مصر. ليه؟ علشان طارق سليمان بيه رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنة بوزارة الزراعة طلع يصرح ويقول ان مصر جزء من العالم، ورغم زيادة اسعار النقل والشحن عالميا ومدخلات الانتاج بنسبة تتراوح ما بين 40 لـ45%، الا انه الاسعار جوه مصر لم تتأثر كثيرا. وكمان قال انه زيادة اللحوم لم تتجاوز 12%، رغم ان احنا شايفين امبارح واول امبارح الزيادة تجاوزت 60-70%. طيب انتوا هتصدقوا طارق بيه ولا الغلابة المطحونين؟ تعالوا نشوف الفيديو ده مع حضراتكم. تقول اللحمة يبقى ب200 جنيه لما تبقى الفرخة البيضة ب70 جنيه لما تبقى الفرخة البلدي ب85 جنيه وب80 جنيه لما يبقى كيلو البانيه يوصل ل90 جنيه انت عايزين مننا ايه؟ ده لسه انا ما جبتلكش الباقي. لما البطاطس تبقى ب15، لما الطماطم تبقى ب10، لما الكاري يبقى ب15، لما البتنجان يبقى ب15، لما ايه؟ احنا هنعد ايه ولا ايه ولا ايه؟ لما ازازة الزيت دلوقتي التلات ارباع لتر توصل ل23 و24 و25 جنيه، لما السمنة الكيلو اللي كنا بنجيبها ب12 و13 جنيه توصل النهارده ل32 و33 و34 جنيه واحنا داخلين على رمضان، انت عايزين مننا ايه؟ انا نفسي افهم، احنا اخترناك ليه؟ اخترناك عشان ترفع بينا وتعدل من مستوانا الاقتصادي والاجتماعي، بس تدي في قرارات في قرارات في قرارات وضرايب ضرايب 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 وغلو اسعار غلو اسعار وارتفاع اسعار ارتفاع اسعار والغاء ده ومش عارف اشب دوت وشيل الدعم وحط مش عارف ايه واعمل ايه؟ ايه؟ في ايه يا عم؟ يا عم ارحمونا والنبي الله يبارك لكم احنا خلاص جبنا الاخر والنبي تكون اللحمه. مين بقى المفروض يتحرك ويقف في وش الحكومه؟ طبعا البرلمان. بس الغريب انه جت تعليمات عبر جهاز سامسونج للنواب وتحديدا نواب مستقبل وطن بالصمت حيال ارتفاع الاسعار. الكلام ده جايبينه من فين يا جماعه؟ جايبينه من مصادر برلمانيه لموقع العربي الجديد اللي قال انه اعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن الحائز على الاغلبيه في البرلمان تلقوا تعليمات من رئيس الهيئتي البرلمانيتين الحزب في مجلس النواب أشرف رشاد في مجلس الشيوخ وحسام الخولي بالصمت التام حيال موجة ارتفاع الأسعار اللي بتشهدها البلاد النهاردة وعدم التقدم بأي أدوات رقابية للحكومة في شأن ضبط السوق. ياه، خايفين من المواطنين يتكلموا. بس كاميرا القضية نزلت الشارع وسألت الناس عن رأيها في غلاء الأسعار. خلينا نسمع الناس قالت إيه، ومهم نسمع قالت إيه. الحرب بين أوكرانيا وروسيا طبعا هيرفع الأسعار وهيرفع كل حاجة، لأن العيش يعني إيه تاني بعد العيش؟ مفيش حاجة بعد العيش. إنما الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا شكلها مش هتفض أولا، ثانيا هترفع الأسعار، ثالثا احتمال تبقى حرب عالمية. طبعا أسعار الزيت وأسعار الدقيق واسعار الرده ومنتجات القمح عامه كلها غلت، وارفع اي سلعه في مصر بياثر على باقي السلع. وضع اتفرض علينا، اسعار زادت وانا مرتبي هو هو ودخلي هو هو وحياتي هي هي وكل حاجه غلت. هو في اسباب كتير، ربنا يرحمنا ويلطف بينا، جشع التجار يعني مش بين يوم وليله البضاعه خلصت من المخازن يبيع لي بالسعر الجديد. الناس اللي بتخزن السلع فدي بتأثر علينا احنا كشعب، او بمعنى صح الشعب المتوسط اللي هو زي حالاتنا احنا فياتنا احنا، فده بيأثر علينا في علو الاسعار وبيأثر علينا ان الحاجات دي ما تبقاش متداوله مش موجوده. خايفين من كلام الناس وحاله الغلاء اللي ما بقاش حد قادر يستوعبها. ولو حد يحب يسأل مين اللي اصدر التعليمات علشان خايف، احب اقول لكم طبعا جهاز الامن الوطني في وزاره الداخليه اللي بيدير قرارات ومواقف حزب مستقبل وطن من وراء الستار. طبعا طبعا الجهاز خايف من اي حد من النواب يتكلم
فيدي فرصة للرأي العام في مصر يتكلم. فقرر انه ما حدش يتكلم ولا حتى نواب الشعب اللي هم مفروض يتكلموا عن الشعب ونيابة على الشعب، ما حدش يتكلم. وطبعا في ظل اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من جراء غلاء الأسعار وتحديدا جميع السلع الغذائية الأساسية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وغياب رقابة الحكومة على الأسواق.